بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنكمل بقيه البروتين. زي ما قلنا في اول محاضره عن البروتين، قلنا اهم حاجه في كل بروتين نعرف هل هو اسينشال ولا نون اسينشال. مهم نعرف ان هو جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك، الميتابوليك فيت بتاعه، نعرف ليه الامبورتانس بتاعته. خدنا الميثايل الميثايل سلفر كونتيننج امينو اسيد، ميثيونين والسيستين والسيستين، دول السلفر كونتيننج امينو اسيد. وخدته مع دكتوره هند بقيه الجلايسين والالانين والاروماتيك، وتاخده معاها برضو ان شاء الله الاروماتيك امينو اسيد والهيتيروسايكليك. النهارده هنبتدي ان شاء الله البرانشد تشين امينو اسيد. ايه هما من هما البرانشد تشين امينو اسيد؟ البرانشد تشين امينو اسيد الفالين واليوسين والايزوليوسين، دول برانشد تشين امينو اسيد. اسينشال، مهم نعرف اسينشال ولا اسينشال. الثلاثه برانشد تشين امينو اسيد اسينشال امينو اسيد، ثلاثه برانشد تشين امينو اسيد اسينشال امينو اسيد، فالين واليوسين وايزوليوسين. الفالين جلوكوجينيك امينو اسيد، اليوسين بيور كيتوجينيك امينو اسيد. اليوسين بيور كيتوجينيك امينو اسيد، يعني بيدي يدخل في تكوين الفات بس. الايزوليوسين جلوكوجينيك وكيتوجينيك. يبقى الثلاثة برانش تشين امينو اسيد، فالين ليوسين ايزوليوسين. الفالين جلوكوجينيك امينو اسيد، اليوسين كيتوجينيك امينو اسيد، الايزوليوسين الاثنين جلوكوجينيك اند كيتوجينيك امينو اسيد. ده الفالين. احنا قلنا ليه هو برانش تشين؟ لان سي اتش سي اتش 3 سي اتش 3 تعتبر برانش، عشان كده من اسمه سميناه برانش تشين امينو اسيد. الفالين برانش تشين امينو اسيد اند اسينشال امينو اسيد. ده اليوسين، ده الاستراكشر بتاع اليوسين. برانش نفس الكلام، هو برانش اند اسينشال امينو اسيد. الايزوليوسين برانشد اند اسينشال امينو اسيد، برانشد اند اسينشال امينو اسيد جلوكوجينيك اند كيتوجينيك. احنا قلنا بنقسم ميتابوليك ونيوتريشنال. جلوكوجينيك ايزوليوسين جلوكوجينيك كيتوجينيك. الايزوليوسين اليوسين بيور كيتوجينيك. ده الفالين. الفالين بدي من الميثايل اكرايل كو اي، بروبونايل كو اي، بدينا ميثايل مالونايل كو اي الى ساكسينايل كو اي. ساكسينايل كو اي اللي بيدخل الكريبس عشان يدي الجلوكوز. ده الفالين برانشد الاستنشيال الجلوكوجينيك امينو اسيد، برانشد جلوكوجينيك امينو اسيد اند استنشيال. ده اليوسين. اليوسين بيور كيتوجينيك. اليوسين كيتوجينيك. اتش ام جي كو اي بدينا الاستايل كو اي والاسيتو اسيتيت، بيدخل في تكوين الفات بس. يبقى اليوسين بيور كيتوجينيك امينو اسيد. الايزوليوسين بيدي الاثنين، بيدي البروبونايل كو اي اللي بيدخل، اللي بيدينا مثال مالونايل كو اي وساكسينايل كو اي ويدخل الكريبس جلوكوجينيك، وبيدي الاسيتايل كو اي اللي بيدخل في تكوين الفات. يبقى الايزوليوسين الاثنين جلوكوجينيك اند كيتوجينيك امينو اسيد. الميتابوليك بقى بتاع الفالين واليوسين والايزوليوسين، يحصل فيه ترانس امينيشن. ترانس امينيشن يعني ايه؟ زي ما هقول لكم بعد شويه يعني ايه ترانس امينيشن. هي ترانسفير الامينو جروب من الالفا امينو اسيد للالفا كيتو اسيد. تتنقل من الالفا امينو اسيد للالفا كيتو اسيد. ليه؟ عشان تكون نيو الفا امينو اسيد ونيو الفا كيتو اسيد. ترانس امينيشن ترانسفير الامينو جروب من الفا امينو اسيد للالفا كيتو اسيد عشان تكون نيو الفا امينو اسيد اند نيو الفا كيتو اسيد. بعد كده بيحصل بعد الترانسفيرشن الفا كيتو ديهيدروجينيز. الفا كيتو ديهيدروجينيز عشان كل امينو اسيد بيمشي في الميتابوليك باسوي بتاعه. الميتابوليك باسوي بتاع الفالين بروبونايل كو اي ميثايل مالونايل كو اي جلوكوز. ميتابوليك باسوي اوف ايزوليوسين بيمشي في طريقين، يدينا اسيتايل كو اي وبروبونايل كو اي. الميتابوليك باسوي اوف ليوسين
اللي هو الاسيت اتش ام جي كو اي بيدينا اسيتايل كو اي واسيتو استيت بيدخل في تكوين الفات. اليوسين بيورلي كيتوجينيك امينو اسيد. اليوسين هو الاونلي بيور كيتوجينيك امينو اسيد. الفالين ليوسين ايزوليوسين الثلاثه برانشيت اسينشال امينو اسيد بيحصل لهم ترانس امينيشن. بعد كده الفا كيتو ديهيدروجينيز. الفا كيتو ديهيدروجينيز ده مهم قوي زي ما هنعرف بعد شويه. لو ديفكت لو حصل الالفا كيتو ديهيدروجينيز ده حصل فيه مشكله ايه اللي هيدينا ديزيز، ولو حصل ديفكت فيه هيدينا ديزيز، والديزيز ده فيتال. يبقى لو حصل ديفكت في الالفا كيتو ديهيدروجينيز هيدينا ديزيز وهنعرف بعد شويه. الترانس امينيشن حصل ترانسفير الامينو جروب من الفا امينو اسيد تو الفا كيتو اسيد، يحصل اكستشينج عشان يكون لنا نيو الفا امينو اسيد ونيو الفا كيتو اسيد. الرياكشن ده ريفرسبل، يعني ايه؟ رايح جاي. الانين يتحول الى بيروفيك والالفا كيتو جلوتاميك تحول الى جلوتاميك. ده الترانس امينيشن رياكشن بالالانين امينو ترانسفيريز. الالانين البيروفيك والالفا كيتو جلوتاميك دينا جلوتاميك اسيد، ده ترانس الالفا امينو اسيد مع الفا كيتو اسيد عشان يدينا كيتو الفا امينو اسيد مع الفا كيتو جلوتاريك دينا الامينو اسيد تحول الى الفا كيتو اسيد، والالفا كيتو جلوتاريك تحول الى جلوتاميك. الالانين مع الالفا كيتو جلوتاريك، الالانين ادانا بيروفيك والالفا كيتو جلوتاريك ادانا جلوتاميك. الاسبارتيت مع الفا كيتو جلوتاريك، الاسبارتيت يدينا اوكسالو اسيتات والالفا كيتو جلوتاريك جلوتاميت. الجلوتاميت الالفا كيتو جلوتاريك في كل الرياكشن. الالفا كيتو الجلوتاميك هو الكولكتنج بوينت، جلوتاميك هو الكولكتنج بوينت بتاع الترانسامينيشن. يبقى الفا كيتو جلوتاريك يدينا جلوتاميك. قلنا الرياكشن ده ريفرسابل، الرياكشن ده بيعتمد على بي ال بي هو البيرودوكسال فوسفيت اللي هو الفيتامين بي 6 اللي بيشارك في الكوينزايم في الرياكشن في الترانس امينيشن هو الفيتامين بي 6 اللي هو البيرودوكسال فوسفيت. يبقى ترانسفير الامينو جروب من الفا امينو اسيد تو الفا كيتو اسيد عشان يكون لنا نيو الفا امينو اسيد ونيو الفا كيتو اسيد. الالفا كيتو جلوتاريك تحول الى جلوتاميك. الامينو اسيد الى الفا كيتو اسيد، قلنا الامينو اسيد موجوده في ال 4 امينو اسيد نيو الفا في الامينو جروب الفا الامينو اسيد تو الفا كيتو اسيد عشان يكون لنا نيو الفا امينو اسيد ونيو الفا كيتو اسيد. الفا كيتو جلوتاريك الى جلوتاميك. البرانشد تشين امينو اسيد ديفكت فيها مابل سير بيورين ديزيز واليورين فيري كاركترستيك. بيحصل ديفكت في البرانشد تشين الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز. البرانشد تشين الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز الديفكت في الانزيم. فما يحصل بلوك برانشد تشين الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز مش هيحصل بعد كده كونفرشن. احنا قلنا بعد الخطوه بتاعه الاكسيديف دي كاربوكسيليشن بالالفا برانشد تشين الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز والواحد بيمشي في الميتابوليك باس واي، كل امينو اسيد من البرانش الثلاثه فالين والليسين والايزوليسين والواحد بيمشي في الميتابوليك باس واي اللي بيدي جلوكوجينيك اللي بيدي كيتوجينيك اللي بيمشي في الطريقين جلوكوجينيك كيتوجينيك. فهيحصل بلوك للكونفرشن الفا كيتو اسيد مش هيتحول للكورسبوندنج اسايل كو اي. فالبلازما واليورين كونسنتريشن في البرانش تشين امينو اسيد هيزيد، هيزيد الليفل بتاع البرانش تشين امينو اسيد والكيتو اسيد اللي وقفت اللي حصل لها اكوموليشن هتزيد في البلاد واليورين. الديزيز ده ممكن نسميه حتى ان احنا قلنا الكيتو اسيد عالي، معنى كده ان في ايه؟ هيبقى في كيتونوريا، الكيتون بقى هتبقى كتير، كيتو اسيد هتبقى كتير، وممكن نسمي هو مابل سيرب يورين ديزيز او برانش تشين كيتونوريا على اساس ان الكيتون اسيد هتبقى عاليه وبتنزل في اليورين فنسميه برانش تشين كيتونوريا. هو ديفكت في البرانش تشين امينو اسيد يبقى برانش تشين، ونظرا لان في كيتو اسيد عاليه وبتنزل في اليورين
برانش تشين كيتونوريا. يبقى الميتابوليك ديفكت في البرانش تشين امينو اسيد بنسميه بالسيرب يورين ديزيز. ميتابوليك ديفكت في البرانش تشين كيتو اسيد دي هيدروجينيز. واليورين مميز جدا بيسم ريحه المابل. اليورين بيبقى ريحته سويت وفروتي، سويتي او فروتي، ريحته مميزه جدا وممكن نشخص به المابل سيرب يورين ديزيز. لما بيحصل بلوك للبرانش تشين الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز مش هيحصل كونفرشن للالفا كيتو اسيد للاسايل كو اي، فالبلازما واليورين هيزيد الليبل فيهم بتاع البرانش تشين والكيتو او الكيتو اسيد. فممكن نسميها برانش، لها اسم تاني المابل سيرب يورين ديزيز برانش تشين كيتونوريا. الاسيديك امينو اسيد، احنا قلنا كل الامينو اسيد فيها امينو جروب هي ال NH2 والكربوكسيل جروب. الكربوكسيل جروب COOH. طيب الاسيديك امينو اسيد يعني فيها مجموعتين كربوكسيل جروب، ده الاسيديك امينو اسيد. الاسيديك امينو اسيد اتنين، جلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد. اسيديك عشان فيها كربوكسيل جروب، يبقى الاسيديك امينو اسيد جلوتاميك والاسبارتيك اسيد. الجلوتاميك ده اسيديك، استنشال نون استنشال نون استنشال امينو اسيد، يعني ايه الجسم يقدر يصنعه. جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك؟ جلوكوجينيك امينو اسيد. يبقى الجلوتاميك ده اسيديك امينو اسيد، ده نون استنشال امينو اسيد، ده جلوكوجينيك امينو اسيد. يبقى الجلوتاميك اسيد اسيديك ونون اسينشال وجلوكوجينيك امينو اسيد، اسيديك ونون اسينشال اند جلوكوجينيك بيدي جلوكوز. طيب بيكون منين الجلوتاميك اسيد؟ الجلوتاميك اسيد بيكون عن طريق خطوه اسمها ترانز امينيشن. احنا قلنا بيحصل ترانزفير الامينو جروب من الفا امينو اسيد لالفا كيتو اسيد عشان يكون لنا الفا امينو اسيد جديد والفا كيتو اسيد. الترانز امينيشن دي الاسبارتيت مع الالفا كيتو جلوتاريك. قلنا الرياكشن ده زي ما انتم شايفين ريفرسبل. الرياكشن ده بيعتمد على البيرودوكسال فوسفيت فيتامين بي 6. الاسبارتيت يدي اوكزالو اسيتك والالفا كيتو جلوتاريك يدينا جلوتاميك. الفا كيتو جلوتاريك ادانا جلوتاميك. يبقى الجلوتاميك اسيد بيتصنع دي ازاي بيكون الجلوتاميك اسيد؟ الاسبارتيت مع الفا كيتو جلوتاريك يدينا اوكزالو، الاسبارتيت ده اوكزالو اسيتك والالفا كيتو جلوتاريك ادانا جلوتاميك. الالفا كيتو جلوتاريك مع الامونيا بجلوتاميت دي هيدروجينيز ادانا جلوتاميك. الالفا كيتو جلوتاريك بالدي هيدروجينيز يعني بنحصل عليها بالترانس امينيشن والدي هيدروجينيز. يبقى بنحصل على الجلوتاميك اسيد من طريقين، الفا كيتو جلوتاريك بالترانس امينيشن وعن طريق الدي هيدروجينيز جلوتاميت دي هيدروجينيز. اسبارتيت مع الفا كيتو جلوتاريك اوكزالو اسيد، اسبارتيت ده اوكزالو اسيتك والالفا كيتو جلوتاريك ادانا جلوتاميك. الالفا كيتو جلوتاريك مع الامونيا NH4 الامونيا بالجلوتاميت دي هيدروجينيز يعمل ريليز للووتر H2O ويدينا جلوتاميك. في بعض امينو اسيد ممكن برضو تدينا الجلوتاميك زي البرولين والاورنيسين والارجينين. البرولين والارجينين والاورنيسين. الجلوتاميك اللي هو الاسيديك نون اسينشال جلوكوجينيك امينو اسيد، ايه اهميته؟ في امينو اسيد جايه من الجلوتاميك، جلوتامين برولين ارجينين، وبرده تشارك الامينو اسيد دي برده داخله في تكوين الايه الجلوتامين الجلوتاميك. يعني هي ممكن يعني زي الجلوتامين كده، الجلوتامين بالجلوتامينيز يدينا جلوتاميك. البرولين والارجينين ممكن برده يدينا جلوتاميك. يبقى في امينو اسيد جايه من الجلوتامين، يعني جايه من الجلوتامين والجلوتامين بيديها. برضو احنا قلنا الجلوتاثيون اللي هو قلناه في السيستاين، قلنا الجلوتاثيون ده تراي بيبتايد. تراي يعني ثلاثة، مكون من ثلاث حاجات، الجلوتاميك والسيستاين والجلايسين. الجلوتاثيون الجلوتاميك اسيد بيدخل في تكوين الجلوتاثيون اللي قلنا عنه اللي هو الانتي اوكسيدانت اللي موجود في الريد بلاد سيل في ريديوسد فورم.
اللي هو ديتوكسيفاي الفري راديكال، ده الجلوتاسيون عبارة عن ثلاثة اللي هو الجلوتاميك والسيستاين والجلايسين. يبقى أمينو أسيد جاية من الجلوتامين، في أمينو أسيد جاية من الجلوتاميك زي الجلوتامين والبرولين والأرجينين، هو السورس بتاع الجلوتامين والبرولين والأرجينين. كمان داخل في تكوين الجلوتاسيون إن أسيتيل جلوتاميت، إن أسيتيل جلوتاميت تحصل استايليشن للجلوتاميت بالاستايل كو اي عشان يدي ان استايل جلوتاميت. ايه اهميه ان استايل جلوتاميت؟ في حاجه اسمها اليوريا سايكل اللي هتاخدوها، اليوريا سينسيس في تكوين اليوريا. اليوريا سايكل ديت الكي انزيم بتاعها سي بي اس 1 اللي هو الكربوميل فوسفيت سينستيز 1 اللي بيعمل ريجوليشن للكي انزيم اوف يوريا هو الان اسيتيل جلوتاميت. يبقى إلا أستايل جلوتاميت ألوستيريك ريجوليتور للكربوميل فوسفيت سينستيز 1 اللي هو الكي إنزيم في اليوريا سينسيس. لأن أستايل جلوتاميت هو الكي إنزيم، لأن أستايل جلوتاميت بيعمل ريجوليشن للكي إنزيم الكربوميل فوسفيت سينستيز 1 اللي هو الكي إنزيم في اليوريا بايوسينسيس. الجلوتاميك موجود برضه في كلوتينج فاكتور 2 و7 و9 و10 كايه؟ كجاما كاربوكسي جلوتاميك. يبقى ليه دور في الكواجيوليشن، يبقى الجلوتاميك داخل في الكلوتينج فاكتور وليه دور في الكواجيوليشن. الدي كاربوكسيليشن، لو حصل دي كاربوكسيليشن يعني شلنا سي او 2، الدي كاربوكسيليشن اوف جلوتاميك في وجود البيرودوكسال فوسفيت يدينا حجابه جاما امينو بيوتريك اسيد. مهم أوي جاب إن أمينو بيوتريك أسيد ده بيعمل كنيورو ترانسميتر، يبقى بيدي كربوكسيليشن أوف جلوتاميت يدينا جابا جاما أمينو بيوتريك أسيد. يبقى الجلوتاميك أسيد في أمينو أسيد جاي منه جلوتامين هو السورس بتاع الأمينو أسيد جلوتامين والبرولين والأرجينين. كمان الجلوتاميك يبقى الأمينو أسيد جاي من الجلوتاميك جلوتامين وبرولين وارجينين. داخل في تكوين الجلوتاسيون، الجلوتاسيون هو تراي بيبتايد جلوتاميك سيستاين جلايسين. لان اسيتيل جلوتاميت اللي هو ريجوليتور للكي ريجوليتور للسي بي اس 1 كربونيل فوسفيت سينستيز اللي هو الكي انزيم في اليوريا سايكل. الجلوتاميت داخل في تكوين الكلوتينج فاكتور، مهم في الكواجوليشن جاما كاربوكسي جلوتاميت داخل في تكوين اللي في فيتامين كي. لو حصل دي كاربوكسيليشن للجلوتاميت يدينا جابا، جابا ده جاما امينو بيوتريك اسيد، هو يعمل كنيوترانسميتر، هو انهبيتور نيوترانسميتر في البرين، بيعمل اوبن للكلورايد شانل فبيزود البريمابيلتي اوف بوست سينابتيك ميمبرين. ف طيب من لو قال الجابا ده لو ما حصلش دي كاربوكسيليشن لجاما امينو بيوتريك اسيد للجابا، دي كاربوكسيليشن لجاما جلوتاميك اسيد لجابا جاما امينو بيوتريك اسيد، هيحصل convulsion صرع. من اسباب الصرع ان هو بيقل الجاما امينو بيوتريك اسيد فبيؤدي الى convulsion. يبقى السورس اوف جاما امينو بيوتريك اسيد جاي من الجلوتاميك بالدي كاربوكسيليشن في وجود البي ال بي بيرودوكسال فوسفيت فيتامين بي 6 يدينا جاما امينو بيوتريك اسيد، هو انهبيتوري نيورو ترانسميتر في البرين. جاما امينو بيوتريك اسيد بالدي كاربوكسيليشن اوف جلوتاميك اسيد يدينا جاما امينو بيوتريك اسيد انهبيتوري نيورو ترانسميتر في البرين. جاما امينو بيوتريك اسيد لما يقل الجاما امينو بيوتريك اسيد يؤدي الى كونفولشن. يبقى احنا كده خدنا الاسيتيك امينو اسيد الجلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد اللي هما الاثنين الاسيتيك امينو اسيد، الجلوتامين اللي هو الاميد اوف جلوتاميك اسيد نون اسينشال امينو اسيد. احنا قلنا الجلوتاميك فيه 2 كاربوكسيل جروب، هنشيل من الكاربوكسيل جروب هتبقى سي او ان اتش 2، دي الاميد جروب بتاع الجلوتاميك اسيد. الجلوتامين الكلوتاميك اسيد زي ما خدنا في سي او 2 كاربوكسيل جروب 2 سي او اتش 2 سي او اتش، لكن عشان دي الاميد جروب سي او ان اتش 2 دي الاميد جروب اوف كلوتاميك اسيد جلوتامين. جلوتامين الاميد اوف كلوتاميك اسيد. جلوتامين
الاميد اوف جلوتاميك اسيد النون اسينشال جلوكوجينيك امينو اسيد. جاي منين احنا قلنا الفا كيتو جلوتاريك بتدينا جلوتاميت بترانس امينيشن. الجلوتاميك بيتحد مع الامونيا بالجلوتامين سينستيز عشان يكون لنا جلوتامين. جلوتاميك مع الامونيا في وجود انزيم جلوتامين سينستيز يدينا جلوتامين. جلوتامين بالجلوتامينيز يحصل ريليز للامونيا ويتحول الى جلوتامين. جلوتامين بالجلوتامينيز يحصل ريليز للامونيا ويتحول الى جلوتاميك. يبقى الجلوتاميك بيكون جلوتامين، والجلوتامين يحصل ريليز للامونيا ويتحول الجلوتامين الى جلوتاميت. طب ايه اهميه الجلوتامين؟ الامونيا اللي بتطلع بتحول الجلوتامين الى جلوتاميت بيحصل ريليز للامونيا. الامونيا ستورد في ان فورم اوف جلوتامين، كده بيعمل ترانسبورت فورم اوف امونيا. في الكدني اهم سورس للامونيا من الجلوتامين، ليه دور في الاسيد بيس بالانس. الجلوتامين بيدخل في تكوين البيورين والبيرميدين والنيكلوبروتين، بيدخل في تكوين الارجينين، بيدخل في تكوين الامينو شوجر. يبقى الامونيا بتتخزن في صورة جلوتامين، عشان يحصل ترانسبورت فورم اوف امونيا. في الكدني اهم سورس اوف امونيا جلوتامين، ليه دور في الاسيد بيس بالانس، يشارك في تكوين الارجينين والبيورين والبيرميدين والنيوكليوبروتين وتكوين الامينو. تاني اسيتيك امينو اسيد هناخده اللي هو الاسبارتيك اسيد، اللي هو الاسيتيك نون اسينشال اند جلوكوجينيك امينو اسيد. يبقى الاثنين اسيتيك امينو اسيد، الاسيتيك نون اسينشال امينو اسيد خدنا جلوتاميك نون اسينشال اند جلوكوجينيك امينو اسيد، اسيتيك نون اسينشال جلوكوجينيك امينو اسيد. تاني واحد اللي هو الاسبارتيك اسيتيك ونون اسينشال اند جلوكوجينيك امينو اسيد. وخدنا ازاي بيكون، ازاي بيكون منين الاسبارتيك اسيد؟ بيكون من الاسبارتيك مع الفا كيتو جلوتاريك بترانس امينيشن لاوكسالو اسيتيت اند جلوتاميت. اسبارتيت مع الفا كيتو جلوتاريك اوكسالو اسيتيك اند جلوتاميك بترانس امينيشن. اسبارتيك دي اوكسالو اسيتيك والالفا كيتو جلوتاريك يدينا جلوتاميك. ده الاسبارتيك اسيد اللي هو الاسيتيك نون اسينشال جلوكوجينيك امينو اسيد، مهم في اليوريا سايكل، بيدخل في تكوين اليوريا سايكل باتحاد الاسبارتيك مع السيترولين ارجينوسوكسينيت، مهم في يدخل في تكوين البيورين، بيدخل في تكوين البيريميدين اللي هو النيوكليو بروتين نيوكليك اسيد، داخل في تكوين الكربون 4 و5 وكربون 4 و5 وان 7، داخل في البيريميدين في الكربونه 7 4 و5 و4 و5 و6 وانه نيتروجين رقم 1. ده داخل في تكوين البيورين، والمهم نعرف ان هو داخل في تكوين البيورين والبيريميدين اللي هو النيوكليو بروتين اللي هو النيوكليك اسيد. يبقى الاسبارتيك اسيد الاسيتيك نون اسينشال جلوكوجينيك امينو اسيد اللي جاي من الاوكسالو اسيتيك بترانس امينيشن، مهم في تكوين اليوريا سايكل، يدخل في تكوين اليوريا سايكل، يدخل في تكوين البيورين، يدخل في تكوين البيريميدين. ده الاسبرجين الاميد اوف اسبارتيك اسيد النون اسينشال جلوكوجينيك امينو اسيد. الاميد اوف اسبارتيك اسيد نون اسينشال اند جلوكوجينيك امينو اسيد الاسبرجين. يبقى ده الاسبرجين هو الاميد اوف اسبارتيك اسيد. الاسبرجين بيكون من الاسبارتيت بإضافة زي جلوتامين، بيكون بالضبط من الجلوتاميت في وجود الامونيا. الاسبارتيت في وجود الامونيا بالاسبرجين سينستيز يدينا اسبرجين. الاسبرجين بالاسبرجينيز يحصل ريليز للامونيا بتحول الاسبرجين الى اسبرتيت. ده تصنيع الاسبرجين النون اسينشال جلوكوجينيك امينو اسيد.